السلام عليكم. طبعا في هذا الدرس راح نحل الكويز او السؤال الكويز الثالث اللي هو عن موضوع الاري للناس اللي اخذته. السؤال كان بيحكي انه انا كان في عندي هنا مصفوفة one dimension، تمام؟ طبعا حيكون فيها قيم يعني ثابتة، ما بديش تدخلها انت، انا ما رايح احكي يعني، بس هذه نكبرها شوي، هنا نخليها زي هيك. طبعا طول المصفوفة 5 × 5، أو طول المصفوفة 5، هاي عندي هنا، هاي الخلية الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي صار في عندي 1 2 3 4 5. قلتلك أنا خليهم قيم 1 2 3 4 5. إيش بيسوي؟ بدي يعمل لي شفل. إيش يعني شفل؟ يعني يلخبط لي إياهم. زي ما في عندي انا صورت، في عندي ايش؟ في عندي شفل. يعني لما اشغل البرنامج بده يطلع لي اوتبوت جديد، لما ما لفن البرنامج بده هدول الارقام اللي جوا يلخبط لي اياهم. مثلا ما يطلع هنا 5، هنا مثلا يطلع 1، هنا يطلع 3، هنا يطلع 4، هنا يطلع مين؟ 2. عملت كمان مرة ران يطلع لي اوتبوت مختلف، مثلا على سبيل المثال طلع لي اوتبوت بالشكل هذا، هنا مثلا هاي هنا 1 2 3 4، مثلا دخل لي هنا 4، هنا دخل لي 5، مثلا هنا 2، هنا 1، هنا 3، وهكذا. يعني ممكن يطلع المرة التانية نفس الناتج هذا، او يعني لكن ممكن من المستحيل او يطلع متشابهين، تمام؟ يعني فكرة السؤال بدي ايش؟ بدي الخبطهم. فالشفلون بصير في الاندكس. انت بتحدد الاندكس، مثلا انا قلت لك هي بتحدد 2 اندكس، مثلا بدك تبدل هذا مع هذا. طبعا هذا بصير تحديد البوزيشن او تحديد الاندكس بشكل راندوم. يعني انت بتحدد له 2 راندوم، تمام؟ اللي هو الاول، الاندكس الاول والاندكس الثاني، من صفر لاربعة، تمام؟ هو بحدد لي اياهم، وبعد كده شو بتعمل؟ بتعمل سواب. طبعا هذا الكلام وين بيكون جوا لوب، فور لوب. ليش جوا فور لوب؟ لانه ايش؟ في عندي عدد تكرار للشفل. يعني مثلا انا بدك تلخبط لي، تعمل سواب او تعمل اللي هو سواب او استبدال اكثر من مره حسب عدد لفات اللوب. فانت ممكن تحدد عدد لفات اللوب 1000 او 100 او 200 الى اخره. نيجي نشوف كيف بنحل السؤال هذا. بس لكن كفكرته انه بكون جوا لوب، في عندي بتحدد 2 اندكس، تمام؟ الاثنين اندكس هذول بتحدد الاندكس الاول الاندكس الثاني، بعد كده ايش؟ بتشقلب القيم بيناتهم. طيب نيجي هي نعمل هنا هاي نيكست، هاي كيو 3، نحدد الديسكتوب، بس بقوله فينيش، بس بحكي له هنا بابليك كلاس كيو 3، هاي مين، بس بحكي له هاي عندي انتجر اكس يساوي نيو، او هنا بيساوي، خلاص قلت له هاي ايش؟ 1 2 3 4 5، وهكذا. هاي القيم ابتدائية. قلت له هنا بدك تعمل نعمل دالة شفل، او نعمل بدون دالة، او نعملها بدالة. يعني هاي بس بقول هنا ايش؟ public static void، مثلا سميها شفل. هنا بتاخد integer ال x. طيب هنا ايش بقول له؟ بدك تعمل لي هنا ايش؟ loop for integer i بيساوي 1، i اقل من مثلا قلت له 100. يعني هنا ايش حيبدأ؟ حيعمل 100 لفة او 100 سواب. طيب باجي بقول له اي بلس بلس. طيب هن اول ايش بحدد؟ انا بدك تحدد لي 2 اندكس، تمام؟ بدنا نعمل متغيرين، تمام؟ هاي انتجر ان واحد، هذا الان واحد بيمثل الاندكس اللي انا حطلعه من خلال الراندوم. يعني هستخدم مين؟ الماث دوت راندوم، تمام؟ قلت هنا ايش بطلع؟ بطلع الاندكس من صفر لقديش؟ لا 5، من 0 لـ 4. فباجي بقول له ضرب 5. ليش ضرب 5؟ لأنه هنا أكبر قيمة ممكن يطلعها هي 0.99999، فلو ضربتها بخمسة هيطلع صفر، هيطلع 4.9999. فأنا ببديش إياها بشكل دبل، بدي إياها إيش؟ بدي إياها انتجر، فهيطلع مين؟ 4. فهيبدأ هيك من 0 لـ 4. طيب بعمل كمان واحدة، تمام؟ بس هذا بكون مين؟ N2، تمام. بعد كده ايش بصير؟ بصير عندي هنا ايش؟ بدي اعمل سواب بين الاندكس الان واحد والان اثنين.
بس بقول له انتجر بعمل تم بقول له يساوي الاكس لا الان واحد هات لي قيمه الاكس الان واحد وخزن لي قيمتها في التم. بعد كده بس بقول له اكس الان واحد بدها تساوي مين الاكس لا الان اتنين. بعد كده بقول له هنا ايش بدك تعمل لي هنا الاكس للان اتنين بدها تساوي مين بتساوي التمب. هاي كل فكرة الشفل. تمام، لو جت هنا قلت له اطبع لي اياها فور انتجر اي يساوي زيرو اي اقل من الاكس دوت لينث اي بلس بلس، بس بقول له سيستم دوت اوت او هنا اوت، بس بقول له هنا الاكس لا الاي. ممكن هذا اعمله بدالة اي، بس بقول له public static void، بس بقول له هنا ايش output مثلا بديله انتجر الاكس المصروفة وبحط له الكود هذا. بس بقول له هنا الاوتبوت بدي قيمة الاكس، بعمل هنا out بقول له هنا الافتر او هنا بقول له مثلا before shuffle قبل الشفل كيف كانت، وهيجي بعمل هنا ايش بعمل هنا شفل بستخدم بدالة شفل هاي الاكس. وبعد كده بجي بقول له هنا طبعا بنحط هذه هان، وبجي بقول له هان وهي مين الاوتبوت. بس هنا ايش بقول له هنا افتر بعد الشفل. نيجي نعمل هنا ران ونشوف الناتج عندي زي ما شايفين هيعمل هاي قبل الشفل 1 2 3 4 5، بعد الشفل كانت 5 4 1 2 3، عملت كمان مرة ران تمام حطلع ناتج مختلف 5 2 1 4 3، لو عملت كمان مرة تمام طلع لي 3 1 5 2 4 لأنه تو كانت هنا 5. فكده ايش عملنا الشفل. هاي كل فكرة السؤال انه تطلع 2 راندوم تمام بمثله الاندكس، وبعد كده بتعمل استبدال للخلايا تمام. إن شاء الله يكون هذا الدرس مفهوم أو السؤال انفهم وكيف حله. يعطيكم العافية.